هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بهاته الآيتين الكريمتين وبكلام الحنان المنان نفتتح على بركة الله حفلنا ولقاءنا لنهار اليوم. والسعي لك عمر ما يوم وقف في حياتي ما تعودت الصدف ما يخيب اصرار نابع من شغف ثلاث وعشرين مهما تكوني بنزرع أيام جمل ونحصد سنين بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين خريجنا أكبر مثل خطط وحاول ووصل وبكل فخر بينذكر 23 23 مهما تكوني بنزرع أيام جمل ونحصد سنين فرحته إنجاز ينور سيرته وبالأخص دفعته 23 هدا يلا فيهم احتفوا ومنحوا الشهادة الخريجين وكرموا هلا 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 يلا فيهم احتفوا ومنحوا الشهادة الخريجين وكرموا اليوم الكل يفخر ويباهي بحنان وعلى إنجازنا يبارك ويهنينا الكل ورد وفل اليوم بيهدينا رفعنا راسنا بالناسين وأهلينا وصلنا تريرارانا كفاح وتعب وجد وجهد صنعنا اليوم إنجاز ومهد ونجحنا ووضعتم سهلا وتبوأتم من الجنة مقعدا وحللتم بمدينتكم مدينتي العلمة مدينة الشهداء والأبطال والثوار. يتشرف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين التنسيقية الوطنية للثانويين مكتب العلمة أن ينظم حفلا حفل تخرج أستاذات اللغة العربية للطور الثانوي دفعة 18/2023 بالمدرسة العليا مسعود بن دار العلماء. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد منزل النعم التي لا انقطاع لها ولا حد والصلاة والسلام على معلم البشرية مبلغ رسالة ومؤدي الأمانة الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأخيار الميامين وبعد راعي الحق مكتب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين أساتذتنا الأعزاء ضيوفنا الكرام أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي الخريجات نرحب بكم في حفل تخرج أستاذات اللغة والأدب العربي دفعة الطور الثانوي 2023 والشكر موصول لما شاركنا فرحتنا اليوم
ونظم حفلنا أعضاء الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين التنسيقية الوطنية الثانويين مع رئيس الأستاذ بصر الدين ديه. شكراً، نرحب بكم بحفاوة، شاكرين لكم حضوركم حفلنا البهيج، وجدد الترحاب بكم جميعاً، ونأمل أن تقضوا معنا وقتاً يحفر في الذاكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ابدا ابدا ما في محال. Tout ce que l'on a vécu, à ceux qui sont là aujourd'hui, et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie, ressurgissent encore tous ces souvenirs, des souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je ne connaissais pas la peine. Je croyais en l'éternité, que tout resterait pareil. Mais mon cœur est comme un hiver quand on prononce ton nom. Car je ne peux plus t'appeler, un jour nous nous retrouverons. Hey. Tout le monde souffre parfois, tout le monde souffre un jour. Hey, hey. La douleur passera, j'aimerais lever mon verre pour tous ceux qui sont présents. Je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là. Maintenant remonte les souvenirs de tout ce que l'on a vécu, à ceux qui sont là aujourd'hui, et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie. Ressurgissent encore tous ces souvenirs, des souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je me sentais perdue, quand la haine était bien trop forte, si puissante et imprévue. Aujourd'hui mon cœur est un phare qui éclaire l'obscurité, et je l'allumerai pour toi, je ne l'éteindrai jamais. Tout le monde souffre parfois, tout le monde souffre un jour. Hey, hey. La douleur passera, j'aimerais lever mon verre pour tous ceux qui sont présents. Je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là. Maintenant remonte les souvenirs de tout ce que l'on a vécu, à ceux qui sont là aujourd'hui, et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie. Ressurgissent encore tous ces souvenirs, des souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent. يلا وعلوا الزغاريد، شهد وصارت بالإيد. يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بعيد. احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا، تنسمع كل الدنيا ونسحنا، والله نسحنا. وهاي الليلة ليلتنا، وهاي الفرحة فرحتنا. وما همتنا راحتنا،
تتهنينا ويلا معنا وشد الكف ولنا هاني ادينا هاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا ليم لا يوقعني مع عدا حبي لربي والنبي محمدا كنتم لأجلي تفرحان وتسعدا اليوم أخبر والدي بأنه حبي إليهم في الفؤاد ممددا الشمس شهدت والسماء بعطفهم والقمر يشهد والسحاب مؤيدا وبأثنائي سأدخل وبأي أبيات القصيد سأعبر أهدي ثمرة نجاحي هذا إلى هبة الرب وكمال الود إلى التي تعبت لأرتاح وصهرت لأنام إلى التي لعبت الدورين معا دور الأبي ودور الأم إلى أم الحبيبة جوهرة ثمينة ودرة نفيسة أود أن أبارك لزميلاتي الخريجات ولن أقول خريجات الآن بل هن أستاذات أبارك لهن قالوا أن الإنسان إذا حزن تطير منه الكلمات عافانا الله وإياكم وإذا فرح أيضا ترفرف منه الكلمات فهذه هي حالي الآن بسم الله الرحمن الرحيم قسم الأستاذ نحن خريجي المدرسة العليا للأساتذة مسعود زجار العلمة دفعة مسعود زجار العلمة دفعة 23 2000 للميلاد نتعهد أمام الله والوطن بأن نخلص في أعمالنا فلنعصر المسير على
خير أمة بين الأمم. بلي تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم ابنكم ومحبكم في الله موني الكواشي، وتحية جميع الطاقم الذي خدمكم في هذا الحفل. جزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.